أنا موافق مع هذا الاستنتاج. منذ مؤتمر مدريد صار أكثر من 30 سنة، حصلت اتفاقيات أوسلو، ولكن حتى الآن نحن لم نتقدم لنرى دولة فلسطينية مستقلة، بل بالعكس نشعر أن هناك محاولات لتمعيع الشرعية الدولية متعلقة بالقضية الفلسطينية، وهذه الخطوات للتمعية متخذة قبل كل شيء من قبل الولايات المتحدة. روسيا دائما تقف مع إخوان الفلسطينيين، ونحن قدر المستطاع نحاول أن نمنع تمعية شرعية دولية ونلح على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة متعلقة بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.